أيها الشعب، إنك بعملك العظيم الشريف برهنت على أنك شعب متعشق للحرية وهائم بها. La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. ابن باديس واجه جبهتين: جبهة الداخلية، محاولة التأليف بين عناصر الأمة وجمع النخبة المتعلمة ودفع الجزائر نحو الوعي. ثم نجد أن ابن باديس في ذلك يرى بأن المبدأ الأول هو التحرر، ولهذا عبر في إحدى كلماته البليغة: لو طلبت مني فرنسا أن أقول لا إله إلا الله ما قلتها. فلم يسلم في المبادئ، ولكن كان لينا، لأنه ينظر ليس عند قدميه وإنما إلى الأفق البعيد. أيها الشعب، إنك بعملك العظيم الشريف برهنت على أنك شعب متعشق للحرية وهائم بها. تلك الحرية التي ما فرقت قلوبنا منذ ركض نحن الحاملين للوائها، وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لها وكيف نحيا ونموت لأجلها. إننا مددنا إلى الحكومة الفرنسية أيدينا وفتحنا قلوبنا، فإن مدت إلينا يداها وملأت بالحب قلوبنا فهو المراد، وإن ضيعت فرنسا فرصتها هذه فإننا نقبض أيادينا ونغلق قلوبنا فلا نفتحها إلى الأبد. أيها الشعب، لقد عملت وأنت في أول عملك، فأعمل ودم على العمل وحافظ على النظام، وأعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا خطوة وثبت وراء خطوات وثابات، وبعدها إما الحياة وإما الممات. الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس. بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار.